السحر. هبة، هبة من مصر 21 سنة بتحكي وبتقول لما خدت الثانوية العامة جابت مجموع كبير جدا يأهلها انها تدخل الكلية اللي نفسها فيها. والدي كان فرحان بيا جدا لدرجة انه وزع حلويات في كل الشارع، واليوم ده تحديدا كان آخر يوم البسمة فيه تدخل بيتنا، وهنعرف السبب كلنا دلوقت. في الليلة دي أنا نمت نوم عميق جدا، لكني قمت فجأة على كابوس وأنا بصرخ. البيت كله اتلم على صوت صريخي. أبويا وأمي وأخويا سألوني، قلت لهم حاسة إن في نار بتحرق جسمي، حاسة إن جسمي كله بيتحرق. وفورا أخدتني أمي للحمام ودخلتني تحت الدش أخد دش وأفوق، لكني ببص في وش أمي لقيتها مذهولة وخايفة ومرعوبة. سألتها مالك يا أمي؟ ما بتردش عليا، عمالة تبص على ظهري وهي مستغربة، حط أيديها على وشها ومستغربة. بصيت في المراية وببص على ظهري لقيت كف لونه أحمر معلم في نص ظهري. جالي ذهول وقتها ووقعت من طولي، ما دريتش بنفسي غير وهم بيفوقوني، أمي منهارة في العياط وأبويا وأخويا واقفين جنبي مستغربين. ومن اللحظة دي بدأ الرعب الحقيقي. وعلشان أطمن أمي وأبويا وأخويا وخصوصاً أمي لأنها كانت مريضة قلب، قلت لهم إنه جايز في الحفلة يكون حد خبطني على ظهري فظهري علم، بما إن أنا جسمي من النوع الحساس فجايز يكون هو ده السبب. طبعاً أنا كنت بحكي لهم كده وأنا مش مقتنع بالكلام، بحاول أهديهم لحد ما أفهم إيه اللي حصل لي بالظبط، وياريتني ما كدبت عليهم. أمي أصرت إن هي تبات معايا في الليلة دي في الغرفة، لكني رفضت رفض تام، أنا هنام لوحدي علشان أبان طبيعية، وياريتني ما بيت لوحدي. حاولت أنام لكني بدأت أحس بأصوات غريبة بتحصل حواليا، كأن حد بينده على اسمي. في أصوات شغالة بتتحرك جنبي. لفت نظري للدباديب والعرايس اللي كنت حطاهم عندي مزينة بيهم الأوضة. حسيت إن الحركة جاية من اتجاههم، جاية منهم. أبص لهم يثبتوا، أبص في اتجاه تاني يبدأوا يتحركوا من تاني، وكل ما أبص لهم أحس كأنهم بصين لي بعيون حقيقية مش عيون دباديب وعرايس، كأنها نظرات إنسان. حاولت أطمن نفسي، رحت قايمة مغيرة أماكنهم، خليت وشهم للحيطة للجدار، وبدأت أديلهم ظهري وأنام من تاني، وياريتني ما عملت كده. بتحكي هبة وبتكمل وبتقول لما قمت أرجع الدبدوب تاني مكانه اتفاجئت لما شفت كل الدباديب والعرايس اتغيروا ورجعوا تاني كأنهم بصين لي بعد ما كنت حطهم في وش الحيطة، رجعوا بصين لي من تاني. زاد الرعب عليا، ما بقتش عارفة اتصرف ازاي، جسمي ما بقتش حاسة بيه. بدأت أصرخ بعلو صوتي لكن المرة دي محدش جه، محدش سمعني أصلا، وكأني معزولة في عالم تاني. فضلت أصرخ لحد ما لقيت في جسم أو خيال لونه أسود ضخم بيقرب مني بهدوء، وقف قدامي وحط إيده على راسي. حسيت إني بغيب عن الوعي، حسيت إن أنا مشلولة لا عارفة أتحرك ولا حتى أنطق. وفجأة الجسم الغريب ده اختفى وبدأت أشعر بيه بيتحرك جوه جسمي. فقت بعدها على صريخ أمي وهي جنبي على السرير، وأبويا وأخويا وعمتي اللي نزلت من الدور اللي فوق علشان تطمن عليا. صوتي وصل لها، جسمي كأن في حاجة بتتحرك من جواه وعندي صداع رهيب. أمي سألتني مالك يا هبة؟ مالك يا بنتي؟ أبويا وأمي وأخويا أصروا أن أنا أنزل المستشفى وأكشف، وبالفعل سمعت كلامهم ونزلت معاهم. وأول ما دخلت الطوارئ كل الأحاسيس اللي جوايا راحت، كل الآلام اللي في جسمي حتى الصداع اختفى.
دكتور الجلدية أول ما كشف عليا استغرب من الرسومات والعلامات الغريبة اللي على جسمي، واستغرب كمان من الكف اللي في نص ظهري. قال لهم ما عنديش أي سبب طبي للي بيحصل ده، كل كتب الطب ما بتشخص حاجة زي كده، ما فيش حاجة في كتب الطب بتشخص الموضوع ده. الدكتور قال لوالدي حاجة من الاتنين، إما إن بنتك هي اللي بتعمل في نفسها الحاجات دي، أو إن بنتك بتتعرض لحاجات غريبة الله أعلم إيه هي. ونصحوا إنه يوديني لشيخ. قدر والدي بطريقة أو بأخرى إنه يوصل لشيخ سمعته كويسة. أول ما رحت للشيخ حط إيده على راسي وبدأ يقرأ القرآن. أول ما بدأ يقرأ القرآن حسيت إن الدنيا بتغيم أو بتضلم وبغيب عن الوعي. أمي بتحكي لي وقتها بعد ما غبت عن الوعي إن أنا صوتي اتغير من بعد ما الشيخ قرأ علي القرآن، وبدأت أزعق للشيخ جامد، وأبويا وأخويا كانوا مكتفيني لأني كنت بقاوم. الشيخ استمر في قراية القرآن وكان دايماً يكرر سؤال ويقول مين اللي أمرك تأذيها؟ الشيخ قعد يكرر السؤال أكتر من مرة من غير أي فايدة. بعدها الشيخ قرر يجيب مية ويقرأ عليها قرآن، وراح رشش المية على جسمي كله. بعد ما الشيخ رش المية على جسمي نطقت بصوت الجني وقلت فريدة أحمد الهجان هي اللي راحت لساحر وعملت العمل. أبويا وأمي وأخويا اتصدموا وقتها، لأن بكل بساطة فريدة أحمد الهجان هي عمتي، أخت أبويا اللي كنت بحبها وبعتبرها أمي التانية، عمتي اللي من صوت صريخي نزلت تطمن عليا وكأنها ما عملتش أي حاجة. بتحكي هبة وبتكمل وبتقول الشيخ أمر الجن بالخروج بعد ما عرف منه مكان العمل تحديداً، واللي كانت عمتي حطهولي فوق السطوح. الشيخ جاب العمل وفكه، وعرفنا بعدها إن عمتي خدت هدومها وشنطها وعربتها وسابت البيت، وما نعرف لهاش أي طريق لحد اللحظة دي. الشيخ أبطل السحر ونصحني إن أشيل كل العرايس والدباديب اللي في البيت، وده لأن من الممكن إن الجن بيسكنها. بتحكي هبة وبتقول حياتي رجعت طبيعية من تاني، لكني خايفة إن عمتي تكرر الموضوع. وختمت هبة رسالتها بكلمة واحدة وهي ادعوني، ودي كانت آخر كلمة هبة قالتها. احذر من حبيبك ألف مرة. كان معاكم أحمد جد الله. ما تنسوش المتابعة واللايك، مستني تعليقاتكم. صلوا على النبي.